الخبر اللي جاي ده هيحتاج مني مناقشة مع مصدره. طيب الخبر بيقول ايه؟ بيقول اسمعوا مني، انا بقول لكم اهو هيحتاج مني مناقشة مع مصدره. انخفاض اسعار الدواجن والكيلو يسجل 71 جنيه للمستهلك. معانا على التليفون دكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. اهلا بيك يا دكتور ثروت. اهلا استاذ يوسف، اهلا يا فندم. ازاي الصحة؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. الاسعار دي ايه؟ فعلا في تراجع في اسعار الدواجن. الخميس كانت الاربع مسجله 75، الخميس 71، النهارده السبت 69. استاذ يوسف احنا عارفين ان احنا الدواجن دي ماده حيه وبتخضع 100% للعرض والطلب حسب كميات المزارع اللي بتفتح كل يوم. ممكن الطلب بيزيد شويه، العرض بيزيد شويه، فدي سلعه شديده المرونه. لكن الشيء اللي يطمن ان احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي بنسبه 100% من الدواجن والبيض. لا يوجد تخزين، احنا بنتكلم دواجن اسمها دواجن حيه. الاسعار اللي بنتكلم فيها من 75 ل 71 ل 70 69 النهارده دي ماده حيه، ما فيش فيها اي تخزين وبالتالي ما فيش فيها احتكار. الحمد لله زي ما قلت في عندنا الاكتفاء الذاتي موجود والانتاج بتاع عكس النهارده عندنا ابواب النهارده للتصدير. في حاله وجود فائض بيبقى في فرصه كمان للتصدير. مطلوب المنتج النهارده سواء دواجن او بيض او كتكوت تسمين للدول العربيه وافريقيه وخليجيه. طيب ده كلام حلو يا دكتور ثروت. اذا السعر 69 ل 75 هحسبه كده، يعني من 75 ل 69 حي للمستهلك. بالظبط كده. طيب سؤال بقى، اغلب المستهلكين ما عادوش بيشتروا حي يا دكتور ثروت. تمام. سعادتك الدواجن احنا كان عندنا قانون اللي هو قانون 70 ل 2009 اللي هو بمنع تداول الطيور الحيه. ايوه. على الاقل كنا هنبدا بالقاهره واسكندريه كمرحله اولى وكان نطبق قبل ثوره يناير، وبعد كده حصل فيه تراجع تاني، فما زال تداول الطيور في باب المزرعه بيكون حي وبيتم توزيعها بعد كده من الموزعين على المحلات. بيضاف طبعا 70-80% هو حي، لكن السعر اللي احنا بنقوله ده سعادتك نزوله من 75 لحد 69 النهارده ده سعر الدواجن الحيه. بيزيد من حوالي 7-8 جنيه حسب المنطقه وحسب حلقات التداول الموجوده لحد ما يوصل للمستهلك. لكن نتمنى تفعيل القانون هيكون في اجابات صحيه وحضريه واقتصاديه كمان للمواطن وللمنتج. حلقات التداول دي بيتم فيها استاذ يوسف فقد كبير جدا، حوالي 15-20% في الاوزان وبتتنافق في الطيور، فدي ممكن ما بيستفدش منها لا التاجر ولا المربي ولا المستهلك. فتفعيل القانون ده يعني النهارده مصر الجديدة ليها بتسعى للسياحة، بتسعى النهاردة لعمل أرقام سياحية جديدة. فمواصفات الغذاء النهاردة لازم أساسي يكون التداول يا إما مجمد أو مبرد زي دول العالم كلها. طب ده يخليني أروح لسؤال يا دكتور ثروت. إذا كان التداول للمستهلك بيلعب ما بين 69 ل 75 وإذا كان ممكن يبقى في معدل فقد حوالي 20% ما بين أوزان وما بين نفوق، ده معناه أنه السعر هيوصل أو السعر الفعلي للمستهلك يزيد عن 70 جنيه دي 20%. سعادتك اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل بين الذبح الآلي والذبح عن طريق المحلات اللي احنا حاليا موجودة. العنبر اللي هو 5000 أو 10000 أو حتى 20000، احنا عندنا طاقات مجازر في مصر كبيرة جدا تكفي لأكثر من 2.5 مليون طائر في اليوم. ممكن بيتذبح العنبر ويتم الكشف البيطري عليه خلال نص ساعة ساعة بالكثير، فما فيش أي فقد. لكن لما تاجر بياخد النهارده عربيه فراخ 2000 فتخه وينقلها من محافظه لمحافظه ومن تاجر لتاجر ومحافظه لمحافظه، كل حلقات الفقد دي بتفقد في الوزن وبيفقد فيه نسبه نافق بيتحملها المستهلك. طيب سؤال يطرحه المستهلك دائما، هيقول لي والله يوسف دكتور ثروت قال لك انه السعر تقريبا 70 جنيه، هنقول 75، ده معناها ان الدواجن مذبوحه ومتنظفه السعر يصل لكام؟ لا بتبقى نظر حوالي 90 95، ممكن توصل لحد 100 جنيه.
ان في حوالي 30% بين احشاء ودم وريش بيتم فقدهم. 32% من الطائف بيتم فقدهم، فبتوصل لحوالي من 95 لحد 100 جنيه. الاهم استاذ يوسف، احنا الحمد لله في ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، عندنا اكتفاء ذاتي من البيض، لم نستورد طبق بيض واحد من الثمانينات، فالحمد لله ان في اكتفاء ذاتي. وفي ظل ظروف التحديات الموجوده، ظروف الحرب والظروف اللي بيمر بيها العالم كله، والنهارده في توجه كبير جدا من الحكومه للحفاظ على كل منتج وطني وتدعيمه، ان النهارده طب ده معناه انه سعر، ده معناه انه سعر البيض كده المفروض يبقى كام؟ سعر البيض النهارده في ارتفاع فيه شويه، النهارده في الفرن جيت على مزرعه حوالي 123-123، وده سعر مرتفع جدا نسبيا نتيجه تداعيات احنا عشناها في الشهور اللي فاتت وسعادتك عشتها معانا، ان في جزء من المربين خرجوا من العمليه الانتاجيه، فطبعا عشان يرجعوا تاني محتاجه النهارده الاعلاف، الحمد لله الاعلاف متوفره والاسعار بتاعتها اسعار طبيعيه، فاعتقد استمرار توفر الاعلاف مع وجود مخزون استراتيجي لها هيشجع المربين للرجوع تاني. اساس احنا بنتكلم في ماده حيه لا يوجد فيها تخزين، السؤال هل النهارده في تخزين في الدواجن الحيه او في بيض المائده؟ الاجابه لا. اذا النهارده اللي هيعمل توازن في الاسعار وهيعمل كمان تراجع في الاسعار هو الانتاج، والانتاج هيجي منين؟ بعوده المربين، الجزء اللي خرج يرجع تاني. طول عمرنا النهارده الدواجن بتزيد شويه بتنقص شويه حسب العرض والطلب، لكن النهارده اعتقد في الفتره اللي جايه هيكون في انتاج اكتر، في دخول مربين اكتر. دورات التسمين انت عارف سعادتك 6 دورات في السنه، فان المربي يشتغل ال6 دورات ده مهم جدا، هيعمل تدفق على مداه على مدار السنه، ما يكونش في فجوات، ان حصل فجوه هيرتفع السعر لحد ما تدخل دورات جديده. الدوله قاعده عماله بتفرج عن اي اعلاف بتيجي المواني، بتوفر موجود. العمله الصعبه المتعلقه بالاعلاف ومستلزمات الانتاج، فمفترض ان الدورات تبقى مكتمله دون اي فجوه. بالظبط. الفتره الجايه متوقع التدفقات تزيد تدريجيا مع عودة المربين اللي خرجوا، فأعتقد هيبقى إنتاجنا أكتر من احتياجاتنا كمان. وفي الوقت ده الدول اللي حوالينا اللي طالبة النهاردة استيراد، النهاردة السعودية خبر جيد جدا فتحت الاستيراد من السوق المصري، وده شيء إيجابي جدا، إن إحنا برضو محتاجين جزء كبير من العملة والنقد الأجنبي عشان تسديد الجزء اللي احنا بنحتاجه في خدمات نقد. نقد اجنبي اعرف اجيب بيه علف، اقدر اشجع الصناعه مره تانية انها تعود وتتعافى باذن الله. اشكرك جدا يا دكتور ثروت، كل الشكر دكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.